بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 100 من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم بالكتاب المسمى ببحر العلوم للإمام الفقيه نصر بن محمد بن أحمد أبي الليث السمرقندي الحنفي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله تعالى: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. قوله تعالى: ومنهم من يؤمن به، يعني في القرآن، يعني بالقرآن. ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين، يعني بعقوبة من لم يؤمن به. يعني الأصل في ظاهر النص: والله أعلم بالمفسدين. يعني الشيخ رحمه الله فسر النص بما يقول من العلم، بما يقول من العلم: إذا علم الله عز وجل أعيان المفسدين فهو أعلم بالعقوبة المعدة لهم. لذلك بعض المفسرين أو أكثر المفسرين أبقى النص على ظاهره، قال: وربك أعلم بالمفسدين، يعني بأعيانهم، بإفسادهم، بأساليبهم في الإفساد إلى غير ذلك. فماذا ينتج عن العلم بالمفسدين؟ أنه أعلم بعقوبتهم. قال مقاتل: ومنهم من يؤمن به من أهل الكتاب، ومنهم من أهل الكتاب من يؤمن به، ومنهم من لا يؤمن به من أهل مكة، ومنهم من يؤمن به، هنا منهم يعني من أهل الكتاب، ومنهم من لا يؤمن به، ومنهم يعني من أهل مكة. وقال الكلبي: ومنهم من يؤمن به من اليهود، يعني يؤمن به من قبل موته ولا يؤمن حتى يقر به. ومنهم من لا يؤمن به، يعني بعلم الله تعالى السابق فيه. وقال الزجاج معناه: ومنهم من يؤمن به، أي يعلم أنه حق فيصدق بقلبه ويعاند فيظهر الكفر. ومنهم من لا يؤمن به، أي يشك ولا يصدق. قوله تعالى: وإن كذبوك، يعني المشركين، بما أتيتهم به فقل لي عملي، يعني ديني، ولكم عملكم، يعني دينكم، أنتم بريئون مما أعمل وأدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. هنا الشيخ قال: المراد بالعمل الدين. الله. بعض المفسرين قال: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، يعني لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأدين، وأنا بريء مما تعملون وتدينون به غير الله. وهذا قبل أن يؤمر بالقتال، ولما نزلت آية القتال نسخت هذه الآية. ثم قال الله تعالى: ومنهم من يستمعون إليك. قال الكلبي: نزلت في شأن اليهود، قدموا مكة وكانوا يسمعون قراءة القرآن فيعجبون به
ويشتهونه وتغلب عليهم الشقاوة ولا يسلمون. قال الله تعالى: أفأنت تسمع الصم يعني تفقه الكافر الذي لا يعقل الموعظة. وقال الضحاك: ومنهم من يستمعون إليك. وذلك أن كفار قريش دخلوا المسجد الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم قائم عند المقام يصلي وهو يقرأ سورة طه. قال الوليد بن المغيرة: يا معشر قريش، إنما يتلو محمد ليأخذ بقلوبكم. فقال أبو جهل وأصحابه: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فنزل: أفأنت تسمع الصم، وذلك أنهم صموا عن الحق، يعني لم يسمعوه سماع قبول. ويقال: أفأنت تسمع الصم، يعني من يتصامم ولا يستمع إليك. ولو كانوا لا يعقلون، يقول: فإن كانوا مع ذلك لا يرغبون في الحق، يعني أتطمع أن تقدر على إسماع الصم مع أنه قد انضم إلى صممهم عدم عقولهم، يعني هم بالإضافة إلى أنهم قوم صم هم قوم لا يعقلون، فيكون رجاء قبولهم أبعد بكثير. قال: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، يعني بغير رغبة. أفأنت تهدي العمي، يقول: أفأنت ترشد من يتعامى ولو كانوا لا يبصرون، لا يبصرون الحق ولا يرغبون فيه. قال القتبي: هذا من جوامع الكلم، حيث بيّن فضل السمع والبصر، حيث جعل مع الصمم فقدان العقل، ولم يجعل مع العمى إلا فقدان البصر، لأن الأصم الذي لا يسمع، الذي لا يسمع يعني لا يعلم، لأن السمع هو أداة العلم أكثر من البصر. فلذلك قال: جعل مع الصمم فقدان العقل. ثم قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، يقول: لا ينقص من أجور الناس شيئا ولا يحمل عليهم من أوزار غيرهم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يعني يضرون أنفسهم بتركهم الحق. قرأ حمزة والكسائي: ولكن الناس، ولكن بكسر النون مع التخفيف وضم السين الناس. وقرأ الباقون: ولكن الناس بالنصب. قوله تعالى: ويوم يحشرهم، يقول: يجمعهم في الآخرة كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. قال الكلبي: كأن لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة من النهار. وقال الضحاك: كأن لم يلبثوا في القبور إلا ما بين العصر إلى غروب الشمس، أو ما بين صلاة الغداء إلى طلوع الشمس. ويقال: يعني بين النفختين، لأنه يرفع عنهم العذاب فيما بين ذلك. وقال مقاتل: كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار. والمعنى العام أنهم استقصروا مدة لبثهم في الدنيا أو مدة لبثهم في القبور لهول ما يرونه في هذه الساعة. فهذه المدة الطويلة التي كانوا يقاسونها ويعانونها صارت مدة قصيرة بالنسبة لهول ما شاهدوه بعد أن خرجوا من القبور. يتعارفون بينهم،
قال الكلبي: يعني يتعارفون بينهم حين خرجوا من قبورهم ثم تنقطع عنهم المعرفة فلا يعرف أحد أحدا. وقال الضحاك: يتعارفون بينهم حين خرجوا، وذلك أن أهل الإيمان يبعثون يوم القيامة على ما كانوا عليه في الدنيا من التواصل والتراحم، يعرف بعضهم بعضا، محسنهم لمسيئهم. وأما أهل الشرك فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال الله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، يعني بالبعث بعد الموت، وما كانوا مهتدين. يقول: لم يكونوا مؤمنين في الدنيا. هنا قوله تعالى يتعارفون بينهم، لما قال حين تعارفون بينهم حين خرجوا من قبورهم، سبحان الله، هذا يذكرنا بالعهد الذي يتخذه، يعني يأخذه الشيوخ أو يعطيه الشيوخ لمريديهم. وهو السائد يعني في كثير من البلدان عند المتصوفة، العهد يقولون: الناجي منا يأخذ بيد أخيه يوم القيامة، يعني هذا العهد الذي أخذه في الدنيا ينفعه يوم القيامة لما يخرجون من القبور، يتعارف بعضهم، يعرف بعضهم بعضا من هذه العهود التي كانت بينهم، فينتفعون بها بإذن الله تعالى. قال الله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، يقول: لم يكونوا مؤمنين في الدنيا. وقال تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب، وإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب، أو نتوفينك قبل أن نريك فإلينا مرجعهم، يعني مصيرهم في الآخرة. يعني ليس من الضروري أنت يا من تدعو إلى الله عز وجل أن ترى ثمرة عملك، وليس من الضروري أيضا أن ترى يا من تجاهد في سبيل الله أو يا من تظلم أن ترى أنت بعينك عقوبة الظالم الذي ظلمك. وإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب في الدنيا، أو نتوفينك وتلتقي بهم يوم القيامة. وهذا سبحان الله يعني يذكرني كثيرا ما كنا نسمع من بعض الشيوخ لما كنا صغارا، كانوا يقولون لنا كلمة جميلة جدا: ليس من المهم أبدا أن تقطف أنت الثمرة، الناس بعضهم لبعض خدمة، أو يهيئ بعضهم لبعض، أنت قد تهيئ الأرض فقط ثم يأتي بعد ذلك، أو أنت قد تؤسس الأرض ثم يأتي بعد ذلك جيل يقومون بتهيئة الأرض للزراعة، ثم يأتي من يبذر، ثم يأتي من يسقي ويعتني، ثم يأتي بعد ذلك جيل يقطفون هذه الثمار، الجميع مشتركون في الأجر. فلا ينبغي أن يعني يستعجل الواحد منا ويقول: أريد أن أرى ثمرة عملي أو نتيجة ما أعمله. الثمرة إن شاء الله تأتي في قادم الأيام، سواء أنت أدركتها أو أدركها غيرك، لأن المقصد من ذلك مرضاة رب العالمين، الأجر والثواب حاصل. قال: وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وروي عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنهما قالا: أخبر الله تعالى نبيه أن يستخلف أمته من بعده، ثم الله شهيد في الآخرة على ما يفعلون في الدنيا من الكفر والتكذيب، ثم الله شهيد على ما يفعلون في الدنيا من الكفر والتكذيب. طبعا ذكر الشهادة، الباري عز وجل ذكر الشهادة، والمراد
والمراد مقتضاها الذي هو العقاب. فلما قال ثم الله شهيد على ما يفعلون، فكأنه قال ثم الله عز وجل معاقبهم على ما كان يصدر منهم من كفر وعناد إلى غير ذلك. ثم الله شهيد على ما يفعلون. قوله تعالى ولكل أمة رسول، يعني لأهل كل دين رسول أتاهم. فإذا جاء رسولهم يعني فأبلغهم فكذبوه، قضي بينهم وبين رسولهم بالقسط يعني بالعدل، وهم لا يظلمون يعني لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا. وقال مجاهد فإذا جاء رسولهم يعني يوم القيامة قضي بينهم بالعدل وهم لا يظلمون. قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد، متى هذا الوعد يعني متى هذا الوعد بالعذاب، ويقولون متى حصول العذاب المونع الذي نحن نوعد به، وهو قوله تعالى فإما نرينك بعض الذي نعدهم إن كنتم صادقين أن العذاب ينزل بنا، قل يا محمد لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، يعني ليس في يدي دفع مضرة ولا جر منفعة إلا ما شاء الله أن يقويني عليه، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قال مقاتل معناه قل لا أملك لنفسي أن أدفع عنها سوءا حين ينزل ولا أن أسوق إليها خيرا إلا ما شاء الله فيصيبني، فكيف أملك على نزول العذاب بكم. وقال القتبي الضر بضم الضاد الشدة والبلاء، كقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر، وكقوله ثم إذا كشف الضر عنكم، والضر فتح الضاد ضد النفع. ومنه قوله تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، يعني قل لا أملك جر نفع ولا دفع ضر. ثم قال لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم يعني وقتنا، ويقال لكل أمة أجل أي مهلة، ويقال أجل الموت بالعذاب، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني لا يتأخرون عنه ساعة ولا يتقدمون عنه ساعة. فكذلك هذه الأمة إذا نزل بها العذاب لا يتأخر عنهم ساعة. قوله تعالى قل أرأيتم يا أهل مكة إن أتاكم عذابه، يعني عذاب الله تعالى، بياتا ليلا كما جاء إلى قوم لوط، أو نهارا يعني مجاهرة كما جاء إلى قوم شعيب عليه السلام، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يقول بأي شيء يستعجل منه المجرمون يعني المشركين. ويقال ماذا ينفعهم استعجالهم منه أي من عذاب الله. قوله تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني إذا وقع العذاب صدقتم به يعني بالعذاب، ويقال صدقتم بالله تعالى الآن، يعني يقال لهم آمنتم بالعذاب حين لا ينفعكم الإيمان به بالعذاب، يقال لهم آمنتم بالعذاب حين لا ينفعكم وقد كنتم به تستعجلون. وهذا اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به التهديد،
قوله تعالى ثم قيل للذين ظلموا، يعني قالت لهم خزنة جهنم ذوقوا عذاب الخلد الذي لا ينقطع، هل تجزون، يقول هل تثابون إلا بما كنتم تكسبون من الكفر والتكذيب. قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو، قال قتادة ومقاتل، وذلك أن حيي بن أخطب حين قدم مكة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أحق هذا العذاب؟ قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إي وربي، يعني إي والله إنه لكائن، ويقال معناه ويسألونك عن البعث أحق هو، ويسألونك عن دينك أحق هو، قل إي وربي، يعني قل يا محمد نعم إنه لحق، يعني العذاب نازل بكم إن لم تؤمنوا وما أنتم بمعجزين بفائتين من العذاب حتى يجزيكم به، يعني لا أحد ينجو من العذاب إذا ما وقع. ثم أخبر عن حالهم حين نزل بهم العذاب، فقال الله تعالى ولو أن لكل نفس ظلمت، يعني كفرت وأشركت بالله تعالى، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض، يعني لو كان لها ما في الأرض جميعا لافتدت به، يعني النفس لافتدت من سوء العذاب، أي لا ينفعها لها ولا يقبل منها لو كان لها ما في الأرض جميعا. وأسروا الندامة، يعني أخفوا الندامة، يعني أن القادة أخفوا الندامة من السفلة لما رأوا العذاب حين نزل بهم العذاب وعاينوه وشاهدوا، وقضي بينهم بالقسط بين القادة والسفلة بالعدل، ويقال قضي بينهم يعني الخلق بالعدل، قضي بين الخلق عموما بالعدل، فهنا بينهم إما أن يكون الضمير راجعا إلى القادة والسفلة وإما إلى الخلق جميعا، فيعطي ثوابهم على قدر أعمالهم، ويقال يقضي بين الكفار بالعدل وبين المؤمنين بالفضل، يقضي بين الكفار بالعدل وبين المؤمنين بالفضل. ثم قال وهم لا يظلمون، يعني لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا. ثم بين استغناءه عن عبادة الخلق وقدرته عليهم، فقال ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، يعني كلهم عبيده وإماؤه وهو قادر عليهم، ويقال كل شيء يدل على توحيده وأن له صانعا، ألا إن وعد الله حق، يعني بالبعث، ألا إن وعد الله بالبعث حق، يعني ألا إن وعد الله حق، يعني بالبعث بعد الموت هو كائن حق، يعني كائن واقع حاصل، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يصدقون به. ثم قال الله تعالى هو يحيي ويميت وإليه ترجعون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. قوله تعالى يا أيها الناس، يعني يا أهل مكة، ويقال جميع الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم، يعني نهيا من ربكم عن الشرك على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، يعني القرآن شفاء للقلوب من الشرك، القرآن شفاء لما في القلوب من كل وصف يحجب عن مشاهدة الله تعالى، القرآن
فيه شفاء من كل وصف يحجب عن مشاهدة الله تعالى. وأعظم هذه الأوصاف الحاجبة عن الله الشرك. فإذا القرآن كان سبب شفاء القلوب من الشرك، فلأن يكون سبب الشفاء مما هو دون الشرك من باب أولى. ويقال شفاء من العمى، لأن فيه بيان الحلال والحرام وهدى من الضلالة، ويقال صوابا وبيانا ورحمة للمؤمنين، يعني القرآن نعمة من الله تعالى على المؤمنين، يمنع العذاب عمن آمن وعمل بما فيه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. آمين آمين. قوله تعالى قل بفضل الله، يعني قل يا محمد للمؤمنين بفضل الله والإسلام وبرحمته، يعني القرآن. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بفضل الله يعني القرآن، وبرحمته يعني الإسلام، يعني بنعمته عليكم إذ أكرمكم بالإسلام والقرآن. وهكذا قال أبو سعيد الخدري، وقال الضحاك ومجاهد بفضله القرآن وبرحمته الإسلام، وقال مقاتل بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن، وعن الحسن مثله، وقال القتبي مثله. يعني إذن هنا الآن بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن، وقيل العكس بفضل الله القرآن وبرحمته الإسلام، المؤدى واحد. فبذلك فليفرحوا، يعني بالقرآن والإيمان، هو خير مما يجمعون من الأموال. فبذلك فليفرحوا، أعظم ما يفرح به الإنسان هو أن يحفظ القرآن، أو أن يحفظ بالقرآن، أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب. اللهم أكرمنا بذلك يا رب. قال ابن عامر فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون، بالتاء، كلاهما على معنى المخاطبة، وقرأ الباقون بالياء على معنى المغايبة. الله، لا إله إلا الله. لا ينبغي على طالب العلم خصوصا وعلى المسلم عموما أن يقدم على حفظ القراءة والقرآن غاية من الغايات أو مقصدا من المقاصد. والله لا ينبغي أن يقصر في حفظ القرآن وتلاوته وتمكينه ومراجعته وقراءته أبدا، هذا من الحرمان. أسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وبكم. آمين. قوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق في الكتاب، ويقال من السماء، ويقال ما أعطاكم الله من الرزق والحرث والأنعام والبحيرة والسائبة. وبين في كتاب الله تحليلها، فجعلتم منه حراما وحلالا، يعني حراما على النساء وحراما على الرجال. قل الله أذن لكم، يعني الله عز وجل أمركم بتحريمه على النساء مثلا وبتحليله للرجال، أم على الله تفترون، يعني تخترقون على الله كذبا ما لم يقله ولم يأمر به. ويقال
قل الله أذن لكم، أي أمركم بتحريمه؟ فقالوا بلى أمرنا بها. فقال الله تعالى بعد ما قالوا الله أمرنا بهذا التحريم وهذا التحليل، قال الله تعالى أم على الله تفترون، يعني هنا كأن إذا كانوا قد لما سئلوا الله أذن لكم قالوا نعم الله هو الذي أذن لنا، فنزل قوله تعالى أم على الله تفترون، يعني بل على الله تفترون، يعني على الله تختلقون. ثم قال الله تعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب، يعني وما ظنهم حين ينزل بهم العذاب يوم القيامة وكيف ينجون منه. فهذا وما ظن الذين، هذا استفهام، ولكن هذا استفهام بمعنى التوبيخ، المراد منه التوبيخ والتقريع والوعيد كذلك، والمراد منه كذلك الوعيد العظيم لكل من يفتري على الله كذبا، لكل من يفتري على الله كذبا. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس، يعني لذو من على الناس بتأخير العذاب عنهم، ولكن أكثرهم لا يشكرون، لا يشكرون نعمة الله عليهم بتأخير العذاب عنهم. هو بالأصل لا يشعر لأن الله عز وجل أخر العذاب عنه بمعصية فعلها أو بكبيرة ارتكبها، هو يظن أن هذه المعصية التي فعلها مرت هكذا، ها مرت هكذا، وأنه لا يتعلق بها لا عذاب ولا عقاب، فلذلك لا يشكر. والأصل الشكر لن يصدر من العبد إلا إذا عاش مع ما هو فيه على أنه نعمة من الله عز وجل، أما إذا هو لم يتذوق ولم يدرك لا بعقله ولا بقلبه أن ما هو به نعمة من الله سبحانه وتعالى، كيف يشكر؟ كيف يشكر الله عز وجل؟ هو لم يستشعر أن هذا الحال الذي هو به نعمة من الله، وبالتالي لا يشكر، لذلك لا يشكر الله عز وجل، أو ولا يكون دائم الشكر لله عز وجل إلا أولئك الأشخاص الذين يرون ويتذوقون وتبصر عقولهم وتبصر قلوبهم أن جميع ما يجري عليهم من أحوال إنما هي نعم من الله عز وجل. يعني حتى البلية لما تنزل عليهم هم يشعرون بأن هذا البلاء فيه نعمة، وأقل مراتب النعم، أقل مراتب النعم التي ينبغي أن يستشعرها الموفق إذا ما نزلت به بلية، نسأل الله لنا ولكم دوام العافية، أنه ما من بلاء، ما من بلية إلا ويوجد منها، إلا ويوجد فوقها بلاء أشد. فمن النعم بأن نزل بهذا الإنسان هذه البلية ولم ينزل به ما هو أشد منها، نزل به بلاء قادر على تحمله ولم ينزل به بلاء يخرجه عن الإسلام. هذه الأحوال إذا ما رآها الإنسان أو أبصرها بعقله وقلبه لا يشكر الله عز وجل، على العكس ربما يكفر نعم الله عز وجل ويضجر ولا يصبر. لماذا يصبر الإنسان إذن؟ لما يرى من هذه الأمور على حقيقتها. ولكن أكثرهم لا يشكرون نعمة الله تعالى عليهم بتأخير العذاب عنهم. قوله تعالى وما تكون في شأن،
يقول: وما تكون يا محمد في أمر من الأمور، ما تكون في شأن. إذا الشأن هو الحال والأمر، ما تكون في حال، ما تكون في أمر. حتى قالوا: لا يقال الشأن، نقول فلان في شأن، إلا فيما يعظم من الأحوال. وما تكون في شأن يعني إلا، وما تكون في حالة عظيمة. إذن الشأن لا يطلق إلا على الأمر العظيم الذي يعيشه الإنسان. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، يعني ما تقرأ من الله من قرآن، يعني مما أوحي إليك. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب أمته أيضا، فقال تعالى: ولا تعملون من عمل. إذن وما تكون الخطاب للنبي الكريم المعصوم عليه الصلاة والسلام، ولا تعملون الخطاب لأمته عليه الصلاة والسلام، من عمل إلا كنا عليكم شهودا. الله. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، أي عمل كان، عظم ذلك العمل أو كان حقيرا هذا العمل، حتى النظرة التي ينظرها الإنسان بعينيه طرفة العين، الله عز وجل شاهد على هذا العمل. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، يعني عالما بكم وبأعمالكم، فلا تنسوه، لا تنسى بأن الله يراك، ولا تنسى بأن الله شاهد على عملك، وشاهد على قولك، وشاهد على فعلك، ولا تنسى بأن الله يراك، وأن الله عز وجل بك عالم، لا تغفل عن هذا، فلا تنسوه. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. ويقال: إلا جعل عليكم شاهدا من الملائكة وهم الحفظة. الله. إذ تفيضون فيه، يعني حين تأخذون في قراءة القرآن. إذ تفيضون فيه، نلاحظ أن الشيخ هنا قال: إذ تفيضون فيه، جعله خاصا بقراءة القرآن، والأولى التعميم، الأولى التعميم كما ذهب إليه كثير من المفسرين. إذ تفيضون فيه، يعني الله سبحانه وتعالى شاهد عليكم في كل عمل، في كل عمل تخوضون فيه، فيه يعني في ذلك العمل. ويقال: حين تخوضون فيه، وما يعزب عن ربك، قرأ الكسائي وما يعزب، يعني والله من الطامة الكبرى أن يقرأ لذلك، لما جاء في الأثر: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. نسأل الله العافية. لما يقرأ أحدنا: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يقرأ مثل هذه الآيات وبعد ذلك يرتكب الطامات ويغفل عن كون الله سبحانه وتعالى مراقبا له، عالما بحاله، مطلعا عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وقرأ الباقون بالضم، بضم الزاي، وما يعزب، وهما لغتان، وهكذا روي عن الفراء، يعني وما يغيب، وما يغيب عن ربك من مثقال ذرة. قال الكلبي: الذرة هي النملة الحميراء. وقال مقاتل: أصغر نملة في الأرض. ويقال: الذرة ما يرى في شعاع الشمس، والمثقال
عبارة عن الوزن وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. تخيل أن هذه الذرة التي تظهر في الشمس لها وزن، لها وزن، الله، يعني لا يغيب عنه وزن الذرة. فمهما كان من عمل صادر منك فهذا العمل سيوزن وتثاب أو تعاقب. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ولا أكبر، يعني ولا أثقل من وزن الذرة، ويقال لا أقل منه ولا أعظم إلا في كتاب مبين، يعني مكتوبا في اللوح المحفوظ. قرأ حمزة: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، بضم الرائين، ومعناه ولا يغيب عنه أصغر من ذلك ولا أكبر منه، فيصير رفعا لأنه فاعل، فاعل يغيب أو يعزب. وقرأ الباقون بالنصب لأن معناه ولا يغيب عنه بمثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا بمثقال ذرة أصغر من ذلك، فموضعه خفض إلا أنه لا ينصرف فصار نصبا ممنوع من الصرف. ثم قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.